المسنين نقدر نعطيوهم ثلاثه ديال النصائح باش يعيشوا مزيان هذيك المرحله من العمر ديالهم. اولا انهم يديروا بالهم باللي السن راه في الدماغ. شو معنيتها؟ معنيتها كل ما كتحس براسك كبير كل ما راك كتعيش باللي راك شيخ وبلي راك شاب، كل ما كتحس براسك شاب كل ما كتحس بهذاك الشباب لا في دماغك ولا في الجسد ديالك. الحاجه الثانيه هو انك تبقى ديما كتقلب على الحوايج اللي كتفرحك وكتمتعك في الحياه. ان ما كاينش مرحله في العمر كينتهي فيها المتعه او لا كينتهي فيها الحب ديال الحياه. اي حاجه كانت في حياتك مهمه ومازال ما درتيهاش هذيك هي الفرصه انك ديرها. الحاجه الثالثه هو انك تشوف الحوايج اللي درتي زوينين اللي عشتي زوينين واللي باقي كتعيشهم زوينين واللي عندك زوينين باش تكون عندك واحد النظره ايجابيه على الحياه في محل ما تبقى تشوف شنو اللي ضاع لي شنو اللي ما كانش شنو اللي ما كانش مزيان شنو اللي ما عنديش انا في حياتي اليوميه. ديما نشوفوا اشنو عندي زوين ونعيش على حسب. دابا نقدروا نعطيو نصائح للناس اللي كيعتنيو بالناس المسنين وليداتهم حفيداتهم الناس اللي دايرين بهم. غادي نعطيكم واحد ثلاثه النصائح. اول حاجه ديروا بالكم بلي هذاك الشخص المسن هو واحد الكنز، كنز ديال المعرفه ديال التجربه ديال الحكمه اللي حرام انكم تضيعوها. اذا ملي تسيروا قلبوا على هذيك التجربه ديال هذاك الاشخاص، سولوهم على حياتهم سولوهم على تجاربهم، كونوا متاكدين بلي هما غادي يفيدوكم بزاف وانه حتى هما غيحسوا براسهم حيين محيت كيعاودوا لكم حياتهم. الحاجه الثانيه اللي نقدروا نصحوا بها الناس اللي كيعتنيوا بالناس المسنين هو انكم تبقاو كتقلبوا على الوقت ديال الجوده معاهم. يعني ما تقلبوش على الكثره بالضروره، قد ما ملي كتكونوا معاهم كونوا معاهم بالمعقول. اللهم ساعه ديال المكانه اللي غدوزوها معاهم وانتم مهتمين بهم احسن من بزاف الوقت وانتم ربما مهتمين بالتليفون ولا مهتمين بحوايج اخرين. الحاجه الثالثه اللي نقدر نقول لكم هو ديما حسوهم بالنفع ديالهم، عطيو لهم ما يديروا، ما تخليوش الشخص المسن سد على راسو بحال ما بقى كيعرف يدير والو. قادر يعاونكم الجد، يقدر يتكلف بالاحفاد ديالو، يقدر الجده تقدر تعاون بزاف د الحوايج ديال الدار وديال الزنقه. يعني نعطيو لهم ديما حوايج ما يديروا غتكون احسن